كيف تعمل اللقاحات؟ وهل فعاليتها ضد الجراثيم والفيروسات؟ ما هي الأمراض التي تمنعها اللقاحات؟ وهل يمكن للقاح أن يتسبب لطفلي بمرض أو ما شابه؟ هل يفضل أن نصاب بالأمراض ونشفى منها بشكل طبيعي بدل من تلقي اللقاحات؟ غادرت بلادي فجأة ونسيت دفتر اللقاح. ما هو جدول اللقاح الواجب علي اتباعه؟ وهل بالإمكان تأخيره؟ هل الآثار الجانبية للقاح خطيرة؟ وهل تؤدي لمتلازمة وفاة الرضع المفاجئ عند الأطفال؟ لماذا لا نستطيع القضاء على جميع الأمراض كما فعلنا لمرض الجدري مثلا؟ وهل لقاح شل الأطفال مرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية؟ أو السرطان؟ أو التخلف العقلي؟ أو حتى العقم عند الذكور أو الإناث؟ أسئلة مهمة كثيرة ومخاوف أكثر أطرحها معكم أنا الدكتور حسن لطوير مع أصحاب الاختصاصات في حلقة السبت المقبل من برنامج طبيب بلس على قناة مسك الفضائية. دمتم بخير.